أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة تجسد ما يربطهما من وشائج القربة وروابط الأخوة التي تستند إلى عمق استراتيجي وتاريخي ممتد قائم على أسس صلبة من التعاون المشترك. وأشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين آخذة في التطور نحو التكامل بمختلف مساراتها بفضل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء. لدى لقائه معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث نوه سموه بما تبذله المملكة من جهود ومساع مستمرة في تيسير أداء شعائر الحج والعمرة وحرصها الدائم على تطوير وتسهيل الإجراءات أمام المعتمرين والحجاج في بيت الله الحرام، مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواسم الحج في كل عام وحرصها على تيسير شؤون حملات الحج وتوفير كافة سبل الراحة لحجاج المملكة من مواطنين ومقيمين. وقال سموه إن ما تشهده خدمات الحج والعمرة من تحديث وتطور مستمر في كل عام وما يتم تسخيره من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ومواصلة إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين ما هو إلا نتاج لما تشهده المملكة من ازدهار ونماء في مختلف المجالات، معربا سموه عن شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة السعودية لتعاونها المستمر مع اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة في البحرين وذلك لتنسيق الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالحجاج البحرينيين. من جانبه أعرب معالي وزير الحج والعمرة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز مستويات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق بشؤون المعتمرين والحجاج متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.